مصر تم انتخابها لعامين في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومش أول مرة، وقبل كده تم انتخابها أكتر من مرة، ومنهم مرة لثلاث أعوام. خلينا نلقي الضوء بس الأول على مجلس السلم والأمن الأفريقي وعلى دوره بداية كده في عجالة في تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي، علشان الناس تبقى عارفة معانا إيه أهمية وجود مصر في مجلس السلم والأمن. هو المجلس نفسه تكون في العام 2004 رسمياً، أطلق رسمياً في عام 2004، وهو يعتبر يعني الجهاز التنفيذي بالاتحاد الأفريقي، بيضع سياسات وبيشرف على تنفيذها، خاصة بحل النزاعات بين الدول المختلفة أو حتى داخل الدول، وبيعمل على منعها أيضاً، يعني بيعمل على منعها وبيعمل على تطبيق قرارات الاتحاد الأفريقي الخاصة بتسوية هذه النزاعات. المفترض أنه بيملك صلاحيات كبيرة جداً بتشمل حتى وضع الاتفاقيات ووضع المعاهدات الخاصة، زي ما شاهدنا في مسألة ملف سد النهضة، كان ليه دور في محاولة يعني في حل المشكلة لكن لم تكتمل. المظلة الوثائقية الكبيرة اللي بيتمتع بها المجلس في الحقيقة بتفتقر يعني لآليات التنفيذ بشكل كبير. يعني شهر يناير مثلا، عشان المشاهدين الصورة تبقى أوضح، كان المفترض أن المجلس بيتدخل في أزمة في إحدى الدول في إثيوبيا، لكن تم منع أعضاء المجلس من متابعة الأزمة ومن وصول إلى إقليم تيجري المستهدف. وده بيوضح ان يعني رغم الصلاحيات الكبيره الاتحاد المجلس الاتحاد الافريقي منحها المجلس، لكن في مسائل كبيره طبعا الحل. وده مصر اللي كان حضرتك بتشير لعضويه مصر، كان عضويتها في المجلس في الفترات السابقه كانت بتدعو لاصلاح مجلس السلم والامن بشكل كبير، حتى يكون له صلاحيات يعني اقوى من ذلك والزاميه للتدخل، وليس مجرد رأي استشاري أو يعني وقف جهوده عند مرحلة معينة. طب قبل ما ندخل في الدور المصري في القارة الأفريقية ودورها في أثناء إدارة الاتحاد الأفريقي ودورها بين وجودها قبل كده في مجلس السلم والأمن، خلينا برضو ما نفوتش إنه هذا التصويت تم بأغلبية كبيرة جدا، 44 صوت من 46 صوت، مما يعني إنه هذه الدول تحتاج إلى وجود مصر أو تريد وجود مصر. أكيد يعني مصر تعتبر يعني من أهم الدول الأفريقية فعلا، ومن يعني أكثر الدول الأفريقية ثقلا، وعلاقات العلاقات الأفريقية لعبت دور كبير، حتى يعني مش مجرد ثورة يوليو، لكن قبل ثورة يوليو مصر كان لها حضور بارز في القارة الأفريقية، وتعظم هذا الدور بعد ثورة يوليو. يعني معظم الشعوب الأفريقية أو حتى على المستوى الشعبي أتحدث، يعني بتكون تقدير كبير جدا لمصر ودورها وإمكانياتها الكبيرة جدا. ومصر في الفترة الأخيرة بتعزز التعاون الأفريقي بشكل كبير في ملفات كثيرة جدا، سواء عبر مجلس السلم والأمن أو عبر آليات الاتحاد الأفريقي المختلفة، آليات مراجعة النظراء الآليات المختلفة. مصر بتسهم بجزء كبير جدا وبتحظى بتقدير، يعني في ملف مكافحة الإرهاب في إقليم الساحل أو في غرب أفريقيا، مصر بتقوم بتدريب كوادر أفريقية يعني متنوعة وكثيرة للغاية، وعلى امتداد سنوات ممتدة وليس يعني في فترة زمنية محددة، يعني منذ فترة بعيدة، ومصر تسهم بهذا الدور بشكل كبير جدا. كل ذلك يعني التصويت طبيعي، دولتين حتى يعني نحن نستغرب الدولتين اللتين لم تصوت لمصر، يعني مصر مرشحة الشمال الأفريقي بالأساس، ويعني التصويت طبعا واضح، يعني 44 أغلبية لم تحظى بها العشر دول الأخرى التسع دول الأخرى التي تم انتخابها مع مصر في الدورة الحالية.